والسواح اصلا هم عندهم فكره من بدري جدا جدا، خاصه السواح الاوروبيين، بانه عندهم فكره وبيجونا حسب كميات كبيره. يعني يمكن السنه دي نسبه السواح كانت 90% للسنين اللي مضت، السنين اللي مضت ما كانت نسبه كبيره، يعني كان نسبه 10%. حاسه الحمد لله نسبه عاليه جدا جدا، ونحن لسه في بدايه نهايه الموسم ولا زال بيجونا سواح يعني وبكميات كبيره. يعني احنا ما بنقبل زول يشيل له صيده، ما بنقبل. زمان الناس بيجوا من برا بقتلوا الصيد، لكن احنا ما بنقبله.